بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم التوعوي الصحي الأسبوعي حديث الطبيب. موضوع لقائنا بحضراتكم اليوم سيكون بحول الله عن أحد مواضيع الساعة التي تطرح نفسها بلحة، إنه موضوع نزلات البرد والإنفلونزا. ويسعدنا أن نستضيف لنقاش هذا الموضوع الدكتور الحبيب زميلي الدكتور محمد الشيخ. دكتور، بداية شكرا لكم على تلبيتكم الدعوة، ونرحب بكم ترحيبا خاصا على طاولة المرابطون. شكرا جزيلا لكم. بداية مشاهدينا الكرام، نعتذر لكم عن هذا التأخير الحاصل في بث الحلقة نظرا لأسباب خارجة عن إرادتنا. دكتور، بداية ما هي نزلة البرد؟ وهل هي نفسها الإنفلونزا؟ ولماذا تكثر في موسم البرد هذه الإصابات؟ منظر شنو علاقة هذه الإصابات بشنو ارتباطها، هذا الارتباط العضوي الواقع لها مع البرد، شنو تفسيره من الناحية العلمية؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبيه الكريم. في الحقيقة كما قلت لأن الموضوع مهم جدا ومطروح بإلحاح في هذه الفترة، والمهم توضيحه للوقاية وللتوعية ولإنارة المشاهدين على موضوع يتكرر بصفة دائمة. فيما يتعلق بالبرد أو الشتاء، فصل الشتاء في الحقيقة يعتبر فصل من أكثر الفصول أمراض، وإن كانت هذه الأمراض في غالبها والحمد لله أمراض عادية ومرحلية، وأسباب انتشار الأمراض وكثرتها في فصل الشتاء علميا مفسرة وواضحة، واضحة علاقة الشتاء بالأمراض. في الحقيقة همت إياها محاور نختاروا نتكلم عنهم في هذا الموضوع، إياك المشاهد يعود واضح له العلاقة المباشرة بين فصل الشتاء وبين ظهور وانتشار أمراض خاصة الأمراض الفيروسية. الله يفضل. من ناحية الأولى، أعلن البرد أعلنه بصفة مباشرة عنده تأثير على الجهاز المناعي للإنسان، اللي هو السلاح الأول والوحيد في مواجهة الأمراض وخاصة الأمراض الفيروسية. فهذه الخلايا المناعية يعود تحركها بطيء جدا في حالة انخفاض درجة الحرارة، وهذا يجعل الاستجابة المناعية أبطأ من الاستجابة المناعية العادية، وهذا ما يعطي فترة أطول وفرصة أكثر للفيروسات والميكروبات أنها تضاعف وبالتالي تعود ممرضة أكثر. هذه من ناحية عامة. من ناحية موضعية مباشرة كذلك، مختلف الأمراض وخاصة الأمراض الجهاز التنفسي، نختار نذكر على أن الشتاء الأمراض اللي تنتشر فيه بصفة كبيرة هي خاصة الأمراض الجهاز التنفسي، وبدرجة موازية عند الأطفال أمراض الجهاز الهضمي وخاصة الإسهالات عند الأطفال الرضع، وبدرجة ثانية عند البالغين وخاصة كبار السن والمرضى اللي عندهم خطر، كذلك ظهور حالات من أمراض القلب والشرايين فصل الشتاء. بالنسبة للجهاز التنفسي نعرفه أنه متكون من عدة طبقات، خاصة يبدأ بالجهاز التنفسي العلوي واللي يتكون من الأنف والفم من ناحية، وبعد ذلك الحلق، وبعد ذلك القصبة الهوائية، وعقبات القصيبات الهوائية. بالنسبة للأنف يعتبر هو المرحلة الأولى من انتقال الهواء من المحيط شور داخل الجسم، وبالتالي عنده دور كبير، فإن ذا الهواء اللي يمر به عنده درجة حرارة معروفة وثابتة، سابق يدخل شور الجهاز التنفسي الداخلي وسابق يدخل شور الرئتين، وبالتالي يعمل على زيادة الحرارة في حالة الجو عاد بارد للأنف. هم خلايا في مخاط الأنف مسؤولة عن تدفئة الهواء، عن تدفئة الهواء ياك يعود مهيئ للدخول داخل الرئتين. هذه تدفئة مفيدة للرئتين وباقي الجسم، لكن عندها بعض التأثيرات الموضعية على الأنف من نفسه، وبالتالي تجفف وتنقص من كثافة ذاك المخاط الموجود على مستوى الأنف، واللي يعتبر هو العائق الأول في دخول الميكروبات، وبالتالي تجفيف هذا المخاط
يعرض اكثر لدخول ميكروبات اكثر بكميه اكثر داخل الجسم. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه كذلك اذا التجفيف، هذه التدفئه، هي التدفئه اللي تخرج الهواء عند دخوله للجسم عبر الانف، كذلك من الاسباب للسبب الرشح اللي يخرج الانف. لاحظوا عن فتره الشتاء مع نزلات البرد وعلى همت اياها رشح وسيلان دائم للماء من الانف، وده سببه هذه التدفئه لعدل الانف للهواء سابق دخوله داخل الجسم. من ناحيه اخرى في فتره البرد، هناك في الحاله العاديه اهداب موجوده داخل القصبات الهوائيه وداخل الجهاز التنفسي الاسفل بصفه عامه، تعمل على 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 على, على تصفيه وعلى اخراج كل ما هو ضار بالرئتين والجهاز التنفسي خارج الجهاز التنفسي. وهذه الاهداب لاحظ ان في حال درجه حراره منخفضه يعود ملي عملها اضعف، وبالتالي تساعد هذه هي بدورها في قضيه العدوى. كذلك هناك ناحيه اخرى مهمه ومهمه جدا، وهي اللي نختار ننبه المشاهدين عليها، هي قضيه عدم تهويه الاماكن وخاصه الاماكن الموجوده فيها ازدحام بزمن الشتاء. لاحظوا على الديار ما يدفوا، العكس ما يهواو بها الناس، تعود حاسه بالبرد وخايفه من البرد وكل شيء مقفول. ذاك عدم التهويه هو اللي يعطي فرصه اكثر للفيروسات انها تتكاثر وتزيد عدواها. جيد دكتور، بارك الله فيكم على التوطيع والتقديم. بالنسبه للسؤال، من دراك كان نزله البرد؟ الناس تقول لك كان منزلين، من دراك كان هي نفس الانفلونزا؟ ومن دراك كان هما تسنتين شنهم اعلين هما يعني قريب هذه لا قريب؟ من دراك كان لا واحد والله واحد ويتفاضل درجات حسب درجات خطورة، والله هي أشياء مختلفة تماما، وكلها عندكم أنتم في الطب، عندكم له تشخيص وعندكم له علاج وعندكم له قراءة معينة من زاوية معينة. جيد، في الحقيقة هذا ينقال له نزلات البرد والإنفلونزا، هما في الحقيقة مرضين مختلفين ولكن متقاربين في الأسباب، متقاربين في الأعراض. لا عن واحدة منهم دي مرحلة تم الأخرى وتوف. المرحلة الأولى اللي هي نزلات البرد، والله يقول إن قالها بالفرنسية ليريم، هذه هي المرحلة الأولى من إصابة الجهاز التنفسي، وتعود موضعية حتى غالبا تعود لا في الأنف، في مخاط الأنف وفي الحلق، ما تجاوزهم. وغالبا تتميز عن هذا لا أعراض محلية، معناها لا ذاك الرشح اللي يخرج الأنف، وذاك أحيانا ملي لإحساسي يعود حد حاس به في الرقبة، يا غير ما عنده تاثير على الجسم الاخر، ما همت يا حمه ولا عاتم حمه تعود لها حمه بسيطه حتى ما هي ذيك الدرجه اللي متينه، ولا همت ياها وجيع عظام، ولا همت ياها ذيك الحاله اللي تخلق في حاله الانفلونزا. وبينما الانفلونزا هي مرحله بعد مرحله النزلة اخطر واكثر اعراض، تتميز كي قلنا بان تعود فيها اعراض عامه، معناها ان الجسم تعود فيها احيانا درجه الحراره ترتفع يعني 38 39 درجه، كذلك همت ياها الام في المفاصل في الظهر خاصة، وهمت ياها احساس بالتعب بصفة عامة، يحس به الانسان مصاب بالانفلونزا. وبالتالي هما في الحقيقة مرضين مختلفين، وان كان همت ياها عوامل مشتركة. من كان المرض الاول اللي هو نزلة البرد، من كان بما انها همت تخلق اصابة مخاطية على مستوى معين، كانت قد تشجع تفافوريزي مثلا تشجع والله تفتح الباب تجعله مفتوح امام الاصابة الانتهازيه من الفيروس مثل الانفلونزا ولا فيروس تماما. هما تماما عدم وجود العوامل اللي تكلمنا عليها سابقا كامله، تهيئ الظروف والمحيط للتطور الامراض والحدوث الامراض خاصه في الانف وفي الحلق، بما في ذلك كيف ما قلتوا قضيه الانفلونزا. جيد دكتور بارك الله فيك، لا نرجع لكم مره فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود، فلا تذهبوا بعيداً.